قبل كل شيء أي شيء جينا من الوطن هذا الغالي فهو خير بإذن الله. الوطن ما يتمنى لشعبه إلا كل خير، وهذه رسالة مختصرة. كل فرح وكل سرور، مو بعيد عن الوطن. الوطن دائما بازدهار أكثر وأكثر، والحمد لله يعني ردة فعل جميلة يعني، وللأحسن إن شاء الله مشيئة الله. يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، وبإذن الله له منافع، له إن شاء الله بوادر فعالة بإذن الواحد راحت في شريحة من المجتمع السعودي بإذن الله. والله أولا أحب أشكر القيادة على حساب المواطن، والصراحة القيادة دائما حريصة على مصلحة الوطن والمواطن، فحرصا منهم متاحوا هذا الحساب اللي يعني ممكن يسهل بعض الأمور على المواطن، فالله يعطيهم العافية وما قصر، الله يعطيهم ألف عافية. الحساب المواطن جدا ممتاز، وحساب المواطن يخدم الفئة كبيرة من المجتمع ويزود الدخل لهم، وإن شاء الله فعل خير على المجتمع بإذن الله. تفاعلت معه أول ما نزل الإعلان، سجلت فيه، طبعا أضفت المرفقات اللي كانوا طالبينه وكل شيء. أخذت فترة لغاية ما أرسل رسالة تقريبا قبل شهر ونص، اللي هي تأكيد أنه الحساب فعال وكذا، خلاص بالنسبة لي الأمور. بعدها قبل أسبوع اللي الموضوع اللي صار يوم أعلنوا في أنه بعد 10 أيام راح يتم صرف، وراح يتم متابعة وآلية له كل 3 شهور وزي كذا. والله حساب المواطن هذا له فوائد كثيرة، يخدم شريحة كبيرة من المجتمع ذوي الدخل المحدود، يعني فيه فوائد كثيرة للشعب، فيها يعني مقابل رفع الكهرباء ورفع البنزين، في مقابل مادي نفس المواطنين، هذا يعزز يعني الشراكة بين المواطن والقيادة. ولا الحمد لله يعني الأمور زي ما نشوف أنها في أفضل الأفضل، ونشكر القيادة وخادم الحرمين الشريفين والله يعطيهم العافية، ولا يعني إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. ما في شك حساب المواطن كانت فكرة جميلة من قيادة الحكومة، قيادة الملك حفظه الله، ففكرة حساب المواطن تدعم الأسرة ناهيك على الفرد، ففكرتها جميلة أنه بتكون الأسرة كاملة بما فيها رب الأسرة وأفراد الأسرة بشكل كامل. والله إنه شيء جميل، تفاعلت معاه بحماس، إنه حنا خلاص يعني محتاجين الشيء ذا، والدعم لابد ندعم الدولة، الدولة تدعمنا مع بعض، حنا في خطوة واحدة، الخطوة اللي تتعثر الاثنين بتعثرون، لازم نكون مع الدولة قالبا وقالبا. والله أشوف أنه خبر أسعد الشعب والمواطنين، وإن شاء الله أنه يكون خير للمجتمع إن شاء الله. أول شيء نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير محمد بن سلمان لإسناده ودعمه لشعبه، لحساب المواطن والذي يهدف لتحسين ذوي الدخل المنخفض. حساب المواطن تفعلته أول ما جت الإعلانات عنه، سجلنا فيه كامل البيانات، وجتني رسالة بعدين على تفعيل الحساب. خطوة جيدة جدا يعني مهمة للمواطن، وبسطتنا كثير، وخصوصا الأسر المحتاجة والغير المحتاجة، هذا دعم جميل جدا من الحكومة بارك الله فيهم، وأسعد الناس كثير. إنه ممكن يقدم خدمات للمواطن، أو إنه يساعد المواطن، أو يعني ممكن تكون في خدمات ومتاحة يعني ويقلل الصعوبات اللي ممكن يواجهها المواطن. والله الحمد لله، يا بشارة خير إن شاء الله، وتفك مشاكل بإذن الله. شاركت على الموقع نفسه وسجلت ورسول رسالة إنه خلاص تم تسجيلي في الحساب. ردة فعل إيجابية، استأنسنا كلنا، بالذات إنه يعتبر دخل آخر المواطن بعد ارتفاع الأسعار الكهرباء والبنزين والأشياء الأخرى، ومو غريب على الدولة وعلى الملك الله يعطي طولة العمر. مرة الحمد لله انبسطنا كثير. والله حساب المواطن هو حساب يعني يقدم خدمات اللي يستحقون الدعم من المواطنين، حساب جدا يعني مفيد وقدم خدمات يعني كويسة وإيجابية. حساب المواطن فكرة حلوة صراحة، وتفاعلنا معاه جاء بوقت إن حنا بحاجته، والله يوفقهم على الفكرة هذه، وإن شاء الله إن للأحسن قدام بإذن الله. حساب المواطن هو عبارة عن حساب من الدولة الكريمة حفظها الله لدعم المواطنين بما قد يتعرض له ذوي الدخل المحدود من أثر الضرائب.
والله هذا شيء يفرح، فرحني وفرح الشعب السعودي والمواطنين، والحمد لله الشعب السعودي مبسوط بالخبر هذا، والله يديم البسط إن شاء الله. فكرة جميلة جدا وصائبة من خادم الحرمين الشريفين، الله يطول في عمره إن شاء الله ويحفظه. هي حتكون بمثابة مساعدة لأصحاب الدخل المحدود عشان ما يحسون بالفرق بين الأسعار القديمة والجديدة، وأنا أشوف أنها فكرة ممتازة جدا، وأحب من هذا المكان أن أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الفكرة الصائبة، والله يطيل في أعمارهم بإذن الله. والله تفاعلت معه شيء كويس جميل، وأنا أشوف أنه فيه تطور كمان زيادة. نتقدم بالشكر الجزيل طبعا لكل صناع القرار وأصحاب الرأي على حرصهم في أن يصلوا بالمواطن إلى أفضل درجات الحياة السعيدة، وهذا المؤمل فيهم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد يا رب. أولا نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الطيبة، ولا شك في أنها خطوة سديدة في مصلحة المواطن، خاصة بعد رفع بعض الإعانات التي كانت تقدمها الدولة إلى بعض المنتجات وفيها مساواة بين المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المنخفض، لتعينهم على ما سيستجد وما سيزيد في أسعار الطاقة سواء كان البنزين أو الغاز أو الكهرباء. فنشكر حكومة الرشيدة وإلى الأمام إن شاء الله. بالنسبة لحساب المواطن أو غيره من حسابات أو أي شيء، هذا شيء والله العظيم تتعب عليه، يعني الحمد لله دولتنا موفرية لنا كل شيء وقاعدة تتعب علشاننا وعشان تريحنا بصراحة، فالله يعطيهم ألف عافية، من سواء من حساب مواطن، من سواء من خدمة اجتماعية، من سواء من أكثر من نوع، يعني الله يبيض وجيهم صراحة. دولة تتعب عشانك، دولة حضارية، دولة بإذن الله إن شاء الله بنظرة 2030 إن شاء الله تغير أشياء كثيرة بإذن الله.